حاليا المملكة تشهد تغيرا جذريا في مختلف المجالات أو مجالات الحياة، ولكن مع هذا التغيير قد يفتقد المواطن ثقافة التعبير عن الأشياء اللي هو بيشوفها وبيشهدها، فنلاقي إنه البعض ينتقد أمور وتصرفات فردية ويحولها لظاهرة مجتمعية ويناقشها وكأنها تصرف يحدث بكثرة. طبعا ضيفتنا اليوم وهي الكاتبة تغريدة الطاسان كتبت مقال عن صناعة الرأي العام وكيف تتحول بعض الأمور الفردية إلى ظاهرة اجتماعية من خلال التداول. أكيد يسعدني أن أرحب بالأستاذة تغريدة الطاسان، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، يا هلا مرحبا. كان لك مقال أستاذة تغريد بعنوان لنكن صادقين مع الترفيه، كلميني أو أشرحي لي أكثر فكرة هذا المقال. فكرة هذا المقال جتني من أنه إحنا الآن نعيش مواسم الترفيه. الترفيه إحنا المفروض هو صناعة جديدة في مجتمعنا، شيء جديد دخل، حلو دخل المجتمعنا، لكن تفاعلنا إحنا معه في وسائل التواصل الاجتماعي كيف كانت؟ يعني إحنا نسينا كل شيء حلو وحطينا الترفيه هذا بين ما خلينا نقول فكي أسد، اللي هي جانبين، اللي يبون مرة 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 الانفتاح، واللي يبون مرة يشوفون هذا شيء فيه تجاوزات ويصل قد يصل إلى حد التحريم. طيب أنت لما تجي تناقش موضوع زي هذا لا تأخذ لي طرفي النقيض وتنسى الفئة الكبيرة اللي بالوسط اللي هي مستفيدة من فعاليات الترفيه. المجتمع مستفيد، الدولة مستفيدة، إحنا كأفراد مستفيدين. نقاشاتكم هذه ما هي حلوة أنها تطلع في السوشيال ميديا، ما هي حلوة أنها تكون للعلن. إحنا ناس الآن يجب أن ندعم يعني نكون عجلات دفع لأي شيء في مصلحة وطننا، في مصلحة مجتمعنا. فأنا لما أنقل هذه الصورة في أسرع وسيلة إعلامية موجودة في العصر، لازم أنا أنقل الشيء الإيجابي اللي في المجتمع، لازم أفرح بصناعة نفتخر فيها. ترى غيرنا عندهم فعاليات ترفيه يمكن وشلون أقولك يعني جبارة، لكن متى وصلوا لهذا الشيء؟ وصلوا بعد عقود من الزمان. احنا ترى هذا الشيء، شوفوا الزمن القياسي ايش حققنا فيه، ماذا فعلنا في صناعة الترفيه. فيجب ان نشكر، يجب ان نفرح، يجب ان نبين للمجتمعات الاخرى احنا وش قادرين نسوي، ونحترم وفرحنا فيه ونحترم الثقة على الاقل هذه والفرص والامكانيات اللي جاتنا. بالضبط. صحيح. بالضبط. أنا ممكن أضيف حاجة كمان فوق إنه إحنا نحترم هذه الفرص اللي جاتنا. يمكن ترى إحنا أول مرة، يعني المملكة العربية السعودية جديدة عليها كل هذه التغيرات طبعاً. اللي قاعدة تصير هي مش تغيرات سلبية، هي تغيرات لا. إيجابية. فلما يحدث خطأ أو تقصير بسيط جدا فلا تركز عليه. يمكن أنت كمان في مقالك ركزتي على الأشخاص اللي عندهم تصرفات فردية، والناس بتقول هيا شوفوا وتصور وتوثق ويصير هاشتاج والدنيا كلها تعرف، قد ايه هذا ممكن يكون في تاثير سلبي على المجتمع وعلى الوطن؟ طيب شفت الكلمه اللي انت قلتيها، تصرفات فرديه. تصرفات فرديه، احنا من متى الان باديه مواسم الترفيه في اكثر من منطقه واكثر من مكان؟ من العيد يعني سنه نقول، خلينا نقول أقل. طيب كم حادثه حصلت؟ ثلاثة أربعة تنعد على الاصابع. هاي. طيب لكن ايش تقصدين بالحوادث؟ حوادث اللي فيها شويه تجاوزات. اوكي. طيب حالات مثل ما تفضلت الاخت، حالات فرديه ونادرة وليست عامه. صحيح. وبعدين كم انسان حد او خلينا نقول شارك او انه حضر فعاليات الترفيه؟ ملايين. فهل انا اخلي هذا مشكلة مجتمعية، حالات فردية لا تتجاوز أصابع اليد، ونخليها أنها شيء عام أو أنه هذا الترفيه في مجتمعنا؟ لا، الترفيه في مجتمعنا راقي. أكيد. الترفيه في مجتمعنا مدروس. صح. صح. الترفيه، وهذه مو غلطة الترفيه، هذا غلط الشخص نفسه. فالشخص اللي يتجاوز هو اللي يتحاسب. وبعدين تعالي قولي لي أي حالة فيها تجاوز مرت مرور الكرام من تحت عين المسؤول او شوفي احنا دائما حريصين انه كيف تطلع صورتنا، يعني او مش كيف تطلع صورتنا، احنا كيف نتصرف. هذه طبيعتنا، يعني زي ما قلتي حالات فرديه وحالات نادره. انا اقول حالات نادره، يعني معلش واحد اثنين ما ينحسبون نادر. وزي ما قلتي حالات فرديه، احنا عندنا زي ما ذكرتي وسائل التواصل الاجتماعي كثير كثير مؤذيه،
وتوصل لك بسرعه الخبر سواء كان ايجابي ولا سلبي. احنا عندنا شيء اسمه اذا ما حبيتك انتقدك او ما حبيت الحاجه اللي انت جالس تعملها بنتقدك. صح. بس ما احنا عارفين طريقه او الطريقه اللائقه اللي ممكن انتقدك فيها. طب ما انت عاجبك الترفيه انتقد، ولكن انتقد بعدين. انا احس انه في شيء انت ممكن تشتكي او في مكان انت ممكن تلجا له علشان تشتكي بدل التشهير. صح. كيف ممكن انه احنا ننتقد بادب؟ وغير هذا كله ايش الاشياء اللي ممكن كمان نعملها او ممكن عشان ما تصير ظاهره؟ شوفي، ظاهره لن تكون ظاهره ان شاء الله. الاشياء هذه زي ما قلنا التداول بيخليها فرديه. صحيح. اللي لازم نسويه انه زي ما قلت لك، احنا اول شيء لازم نقتنع ولازم نؤمن تماما ان احنا بين ايدي امينه، مجتمعنا بين ايدي امينه. أكيد. الترفيه بكل فعالياته مقر من القياده. القياده احنا في دوله تتبع شرع الله، دستورنا شرع الله، فلا يمكن باي حال من الاحوال انه يكون في شيء يضرنا اخلاقيا عقائديا. لا، هذا كلها فعاليات مدروسه ومقرره، فهنا استريحوا، نستريح، ما في شيء يخوف. جميل. الشيء الثاني، التصرفات الفرديه هذه، احنا بشر، البشر خطاؤون. اكيد. اول شيء في اننا نكبر الشيء هذا، التصرفات الفرديه، واحنا يعني ننشرها وش مثل اقول لك مثل النار في الهشيم في السوشيال ميديا، وتوصل لمجتمعات اخرى يقول لك شوفوا الترفيه في السعوديه. طب انت وش استفدت؟ اول شيء المخطئين اغلبهم مراهقين. صحيح. فلما انا اجي اخطئ كمراهق، طيب اول شيء وطلع هاشتاجات وترند، طلعوا اصله وفصله واسمه وعيلته وامه وابوه. طيب هذا مراهق، خذه بالرأفه. لا، استر عليه، صورت مقطع صار شيء غلط قدامك، يا اخي عندك الجهه المسؤوله. انقل هذا الشيء بسكات للجهه المسؤوله بسرعه. اكيد الجهه المسؤوله ما راح تقصر. احنا الان في وقت تصحيح اخطاء، ما تمر ما الخطا ما يمر مرور الكرام. التعلم من الاخطاء يا تغريد. إيه. اول شيء اعطي فرصه للشخص انه يرجع عن هذا. يا اخي احنا في ديننا، في ديننا الاسلامي، اذا ارتد الانسان عن الاسلام لا يطبق عليه العقوبة الكبرى. صحيح. قبل أن يمر بمراحل كثيرة. شوفي رحمة ربي. أي. فما بالك أنا أشوف خطأ من فرد أروح على طول يلا أنا قضيت على مستحق. هنا يا أستاذة تغريد، يعني زي الواحد اللي اصطاد في الموية العكرة عشان يقدر بس أنه هو يعمل بروباغندا بشكل أو بآخر. طيب بس خليني أسألك، يعني ما شاء الله إحنا كم نسمة تقريبا؟ 22 مليون تقريبا أو أكثر من 22 مليون. في ناس كثير ترى ما سافروا، حضرتك سافرتي، أنا سافرت، عبير، رندة، في ناس open minded شافوا الحياة، بس في ناس ما شافوا. لا شافوا. أنا أقول لك أنا بيصير هنا أنا أقول لك. أيوه. لا شافوها، شافوها بس الترفيه. أيوه. كيف الترفيه؟ ترى الفعاليات اللي إحنا نشوفها هذه، هذه موجودة من زمان، بس إحنا هذا اللي أنا كتبته في المقال. إما اللي الله خلاه يسافر حضرها برا السعودية، يعني خلينا نقول لايف بشكل شخصي وطبيعي، وحضرها يروح فعاليات الترفيه ما ضروا شيء. الناس اللي قاعدين هنا، ترى احنا كنا نحضر فعاليات الترفيه من خلال التلفزيون، من خلال نشوفها. أيه. نقول يا الله ليتها عندنا، متى يصير عندنا؟ يعني كانت اما بعيده المنال او في الخيال. طيب انا بس ابغى اعرف ايش هي الطريقه الصحيحه انه الواحد يقدر يتقبل طيب التغيرات اللي قاعده بتصير. في ناس عندهم قابليه، في ناس مستحيل يكون عندهم قابليه. خلينا نتكلم عن موضوع التقبل المجتمع. معلش، اللي ما عنده قابليه حقه. ايوه حقه، لكن انت ما عندك قابليه. أيوه. تتقبل هذا التغيير. ما في اي مشكله. أيوه. حق مشروع لك، هذه قناعتك. لكن خليها مختصره في نفسك. صح. عندك. لا تروح تخرب على غيرك. اقعد. اذا رايته منكر يا اخي استنكره في قلبك. صحيح. يعني أبسط شيء استنكره في قلبك من غير أنت ما تجي تشوك، لأنه شوفي التغيير الآن بكل مجالات الحياة. صحيح. أصبح أمر حتمي. إحنا كمجتمع إذا بغينا نعيش بين المجتمعات الأخرى زي ما إحنا متعودين دائما كمجتمع سعودي مرفوعين الرأس شامخين، لازم إحنا نتغير. يمكن لازم يكون عندنا وعي أكثر أنه ما نحكم على الشخص، يعني ما نحكم على كل الناس من تصرفات شخص واحد. بعدين وش معنات التغيير؟
التغيير أنت عندك في مجتمعك في دولتك بنية أساسية من يوم الله سبحانه أوجد المملكة العربية السعودية على خريطة العالم، عندك بنية اقتصادية، بنية سياسية، بنية مجتمعية، بنية تحتية قوية. تقبل الرأي والرأي الآخر، تقبل التصرفات، التغييرات مرة كبيرة اللي جالسين نشوفها. هو التغيير هالشيء أنا أقول وكمان المجتمع بالضبط. زي ما ذكرت المجتمع من قسم نصين، لكن أنا اللي جالسة أشوفه فعليا جالسين يتقبلون، يمكن الاستنكار زي ما ذكرتي من مراهقين، بس شوفي فالتداول جالس يصير على هالأساس تغريد. أيوة بس هو مرة نشكر وجودك اليوم معنا من جد، أعتذر منك لضيق الوقت من جد، لكن فعليا حنا ناس نتقبل ونتطور بسرعة ونكبر بسرعة وبإذن الله دائما كبيرين. يعطيك ألف عافية تغريد، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا حبيبتي، هلا وسهلا، الله يخليك. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين.